السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كرم النجار من اسكندرية. حلقة النهاردة حلقة الفرز، ازاي تفرز الميل ورم. قبل ما نبتدي الحلقة، الميل ورم ده للعصافير واسماك الزينة، وهتتابعونا عامل فيديوهات قبل كده، واللي مش متابعنا يتابعنا ويعمل اشتراك ولايك. عندنا طبعا في التربية بعد شهرين ونص عايزين نفرز الأعمار، نفرز نشوف هنبيع هندخل دورة جديدة. تعالوا معانا كده، ده العمر الصغير. طبعا العمر الصغير ده احنا بنحط الأكل وهما بيخلصوه، بيبقى في المخرجات بتاعتهم شبه الخميرة الفورية، بتبقى من تحت كده. تمام، طب احنا عايزين نغربل الشغل دوت علشان نحط له أكل جديد. بنعمل كالآتي، بنجيب أهو الميل ورم أهو نغربل. بقى عندنا ميل ورم جديد اهو من غير علف، يعني احنا هنعمل كده ايه شويه اهو اهو، شايفين عاملين ازاي اهو. بص من تحت، معلش بقى العفاره بتطلع اهو. بقى احنا معانا الميل ورم صافي لونه ذهبي للبيع او تأكد، يعني هو كده عايز اكل. بص المخرجات، طبعا ده السماد للتربه، بس احنا عندنا في اسكندريه هنا مفيش اراضي زراعيه كتيره، بس بديها لواحد عنده ارض زراعيه بديها له وبيديني زرعه نعناع، زرعه صبار، يعني هدايا يعني. تمام، فدي المخرجات بتاعه الفأس اللي هو عمر تقريبا شهرين، وبنغربله كده علشان يا نبيعه صغير يا ناكله. تمام كده، هو عايز اكل. طب احنا بقى لو عندنا الحجم الاكبر منه، هنرجم دي على جنب، اللي اكبر منه عندنا ده فيه شوفان. بصوا لونه عامل ازاي عشان الاكل من تحت. طب انا دلوقتي عايز مثلا، جات لي طلبيه وعايز اغربل الكلام ده كله، واحنا بنبيع الميل وورم من غير علف، فبنعمل خلاص الضيقه ديت بتاعت المخرجات اهي، تبقى سلك اللي هي بيسموها بتاعت الدقيق. طب احنا عايزين نغربل علشان نطلع الشوفان اللي في الارضيه ده. بنعمل ايه؟ بنعمل كده، بصوا الفتحات مربعه عادي. تمام، في المرحله دي بس، وبتغربل في الحجم الكبير مش في الحجم الصغير، مش في اللي فات اهو. بتعمل ايه بقى؟ بتوقع الشوفان المطحون او العلف المطحون اللي انت عامله اهو. تمام، بنعمل كمان حبه اهو، طبعا الحاجات ديت ليها اعمار، يعني العمر الكبير العمر الصغير. طبعا احنا هنغربل شويه حلوين كده، والاكل نزل في الارضيه، وحاول ما تملاش بتاع على الاخر علشان تغربل بسرعه مش بكترها يعني. خلاص، طبعا احنا عاملين كده حسبة كيلو. تمام، هنيجي بقى للمرحلة الثانية ودي الأهم. هتروح تجيب مصافي طويلة، طبعا احنا مش هنقول اسم الشركة بس هي بتبقى كده. تمام، المقاس الصغير ده انت بتعمل كالآتي، معاك مقاس صغير بيجي الفتحة بتاعت حسبة 2 مللي، هتروح تجيب واحدة من عنده زيها بالظبط، وهتعمل كالآتي. خلاص، دي 2 مللي ودي 3 مللي، دي كبيرة. خلاص، يبقى احنا عايزين 2 مللي ونص. هنمسك القطر، هنرفع السلاح شوية كده بسم الله، وهنيجي من هنا بسم الله. واحد، احنا بنكحت بس اهو، واحد اثنين ثلاثة أربعة على تحت، واحد اثنين ثلاثة أربعة،
واحد اثنين ثلاثة أربعة، هتكمل الصف ده والصف ده والصف ده والصف ده، وهترجع تعمل نفس النظام. هتقيس الفتحة من جوه هتلاقيها اتنين اتنين ملي ونص، طبعا أنا مش عاملها. والكحت بيطلع السلك ده اللي هو البلاستيك ده في الآخر خالص، هتشيله بإيدك وهتمشي عليه الولاعة أو القداحة، هتلاقي كل ده إيه؟ أهي دي 2 مللي، 2 مللي ونص، 3 مللي. هنمسك بقى اللي إحنا عملناه ده كله، نحط شوية. إيه اللي بيحصل هنا؟ الصغير بينزل، وتخلي إيدك كده تقيلة كده خالص شوية. الصغير اتفضل لنا. الكبير هنعمل ايه في الكبير دوت؟ هنحطه في الطبق اللي جنبي منه قوام قوام كده تمام، وهنهز العلبة دي كده طب اللي ما نزلش هنحطه في الطبق ده، في الطبق ده، علشان ده الكبير هو الوحيد اللي ما بينزلش من فتحة 3 مللي. طب ليه بنحطه هنا؟ ده خلاص على وش شرنقة، على وش شرنقة. طب احنا بنعمل ايه بقى؟ عندنا بقى ايه؟ استنى هننزل دولت بقى. عندنا 3 مقاسات، واحد واثنين وثلاثة. طب احنا كده فرزنا. طب انا دلوقتي عندي مثلا عندي شغل ومش فاضي، انا بعمل كده وبحط كمية وبسيبها اروح اشتغل. بس احنا ايه؟ هنخلص الكمية دي قدام منكم برضك عشان نقول لكم اللي هي سهلة مش صعبة. يبقى انت عندك هنا 3 اعمار، والرابع هقوله لكم دلوقتي، الفرز الشرانق. ازاي تفرز الشرانق عن بعضها؟ اهو هتستحملوني بس ايه في الوقت علشان نغربلها قدام منكم، عشان في ناس بتقول لي الغربله دي او الفرز يقعد معانا وقت كبير. طبعا هو بيقعد وقت كبير في مع الكميه الكبيره، بس انا عايز اوريكم. احنا مثلا احنا عملنا دلوقتي كيلو، ننظف الشغل بتاعنا كده، الفأس الصغير بتاعنا ده اهو، ده المقاس الصغير. هنشوف دلوقتي لما يهدى كده استقر، وهنشوف المقاس بتاعنا اللي بعد كده. اللي مش هينزل العلبة اللي بعد منه. يبقى احنا كده ايه؟ عندنا 3 مقاسات، صغيرة عايزة تكبر، ووسط وكبيرة خالص داخل على ايه؟ شرنقة. يعني الحبة اللي احنا عديناهم من اللي هنا دولت، كل دولت داخلين على ايه؟ على شرنقة. طيب احنا بقى جينا للحاجة المهمة، عايزين نعمل الشغل بتاعنا. خلاص احنا معانا رقم واحد ورقم اتنين، هنجيب معانا رقم، طبعا دي انا عاملها بالليزر عشان ما تعرفش قلبنا. دي الفتحه 3 مللي ونص، 3 مللي ونص. احنا بنصب ده كده 3 مللي ونص، كل هنهز بالراحه كده، كل الميل ورم هينزل ما عدا الشرانق، ولو سبتها شويه اللي بتتحرك هتقع تحت، اللي تتحرك هتمشي كده هتقع. والكبيره دي لو ما نزلتش عادي خلاص، هي كده ايه بيقول على وش شرنقه. هنمسك ده كده خلاص، هننزل ده كده بالراحه، ولو اللي ما نزلش عايز تسيبها سيبها، هي هتشرنق خلاص. ادام 3 سم 3 مللي ونص ما نزلتش يبقى هتشرنق. يبقى احنا كده معانا رقم واحد ورقم اتنين ورقم ثلاثه ورقم اربعه، ده الاحجام الكبيره. يعني واحد يجي يقول لي استاذ كرم انا عايز ميل ورم، اخده صغير ولا الكبير؟ الصغير هيكبر معاك، الكبير هيشرنق معاك، عايز انهو؟ اللي انا محتار. انا وجهه نظري
لو انت في المحافظه نفس المحافظه اللي انت بتشتري منها خد الصغير، لو انت الحاجه دي هتسافر من محافظه لمحافظه تانية خد الكبير، الكبير بيستحمل السفر. هستنونا في الحلقه اللي جايه، حلقه الفرز. اهم حاجه الاشتراك واللايك والاستفسار على الواتس 012 03 10 39 10، واللي عايز يتصل بيا من 7 المغرب ل 10 المغرب بالليل، يعني 3 ساعات دولت، الاتصال 012 844 34190. كرم النجار، واعتصوا الاشتراك واللايك.